يا أهلا يا أهلا، صبحكم مساكم الله بالخير أي وقت. المهم إن الآن الجو برد وأكيد ما يحلى القشط إلا بمثل هالأجواء. سمعاكم القشط بطريقته البسيطة، بس حمست طحين بر وبنسوي بطريقة جدا سهلة ولذيذة. مرة اشتهيته في هالبرد مع قهوة مهيلة ومزعفرة. الكمية اللي بسويها جدا قليلة، فأنتوا ضاعفوا بالطريقة اللي تشوفونها مناسبة. بحط الزبدة، الآن راح أضيف الدقيق. طبعا أنا حامست الدقيق، دقيق بر تقريبا حطيت أكثر من نص كوب شوي. كل ما حمستي كل ما لان أكثر. هديت الحرارة بنات، راح أضيف التمر وأحركه معه. زي ما قلت لكم كميتي أصلا بسيطة. طبعا أنا أحوس بيدي اليسار عشان التصوير بس، فلازم أضطر أقفل الكاميرا وأحوس بيدي اليمين. لما تحسين كذا حبات التمر تغلفت بالقشط، ضيفي شوي قشطة أو لبن. أنا بضيف قشطة بس، شي بسيط، ونخلطه معاه. وراح أغطيه وأخليه تقريبا حول العشر دقايق وراح يكون قشدي جاهز. خليني أحوس عدل باليد الثانية. طبعا احسن شيء الاخلاص بنات، شوفوا كيف تحسين كذا كل حبه تمر تغلفت، شايفين بالقشط اللي راح اسوي. هديته اهدى شيء وراح اغطيه حول العشر دقائق وبيكون قشدي جاهز. تقدرين تضيفين لمكسرات اذا انت حابه، زي ما قلت لكم بسويه كذا بدون اي اضافات. الله تبارك الله، يا ريحه القشط يا بنات تاخذ القلب. خلصنا فقره التصوير، نجي لفقرة الأكل. ومع القهوة يا سلام، كذا كل حبة متلبسة القشط، شي ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله، دافي، تحسونه كذا دافي وحنون مرة القشط، صراحة مرة لذيذ.